إلى الخبر التالي، حيث لقي المواطن فيصل علي الورفلي وشقيقته حتفهما بينما أصيبت زوجته وابنته إثر اعتراضهم والرماية عليهم في الطريق بين الزاوية وطرابلس من قبل إحدى العصابات التي تنشط في منطقة ورشفانة، ما أدى لانقلاب سيارتهم ووفاة الأب واخته وإصابة زوجته وابنته اللتين لا تزالان تتلقيان العلاج في أحد مستشفيات طرابلس. ومعنا عبر الهاتف السيد عبد الباسط الشاوش الناطق باسم كتيبة محمد الكيلاني. مرحبا بك سيد عبد الباسط. مرحبتين أخوي. بداية، كيف تعلقون على هذا الخبر وما هو أصداؤكم أو الأصداء هذه الحادثة لديكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الأمر نحب أن نشير لكلمة الشيخ صادق الغلياني حفظه الله ما قاله في ذكرى الخامسة لثورة 17 من فبراير، حيث قال في إشارة لحديثه أن ما يحدث في طريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى الزاوية الغربية عار على ثورة 17 من فبراير. فما يحدث الآن من قطع مسافة أكثر من 250 كيلو عطف الجبل التفاف إلى من الزاوية إلى بئر غنم، ومن بئر غنم إلى غريان، ومن غريان إلى سبيعة، عار على ثورة 17 من فبراير. فالطريق التي مفترض أن تكون بين الزاوية وطرابلس هي فقط 45 كيلو متر، أي ما يعادل 45 دقيقة فقط يعني. وما يحصل الآن أن تذهب بمسافة زمنية تفوق الثلاث ساعات أو ساعتين ونصف لو كانت على نوع السيارة. فهذا ما يحدث والله العظيم، والله العظيم كما قال الشيخ صادق الغرياني عار على ثورة 17 من فبراير بالكامل. ولا والسبب الذي حصل من قتل هذه العائلة وتشريد باقي أفراد العائلة وسيتم أطفاله هو من نواتج قطع الطريق والحرابة. وما حصل للأسف في نفس اليوم الذي قتل فيه هذا الرجل هو خطف أبناء مدينة الزاوية وأبناء المنطقة الغربية، وسرقت سياراتهم من نفس المكان وهو تقاطع شهداء مداكن معروف في باطن الجبل. فشيء والله العظيم لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي دين الله. فهذا أقل ما يمكن وصفه لما حصل لهذا الرجل، نحسبه عند الله من الشهداء والله. طيب، ما هي آخر المستجدات يعني في مدينة الزاوية وما حولها، خاصة بعد الاشتباكات ربما التي شهدتها المدة الماضية منطقة الطويبية؟ والله ما حصل الآن في مدينة الزاوية، ما يحصل الآن في الزاوية، مدينة الزاوية الآن الأمور هادئة جدا 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 بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الخيرين من أهالي المدينة الذين حقنوا دماء هذه المدينة. وما يحصل الآن من مفاوضات جادة بين الطرفين، بين الزاوية من جهة وأعيان قبائل وشفانة لفتح الطريق من جهة. فكما قلت في تصريح سابق أن هناك تفاوض، طلبنا أن يكون هناك تفاوض، الآن هناك تفاوض بالفعل على موضوع فتح الطريق، وأعطينا مهلة للتفاوض لا تتجاوز زمن معين لانتهاء الحوار وفتح الطريق بدخول قوة محايدة بعيدة عن قوات الزاوية والمنطقة الغربية وبعيدة عن قوات وشفانة وجيش القبائل، لتكون الطريق آمنة للجميع. ولازال الحوار ولازال طاولة النقاش متواجدة، ولازال الشروط مطروحة، وما زال النقاش مستمر وإلى انتهاء المهلة في الحوار، وبعدها طيب سيكون هناك حديث آخر ولكل حدث حديث فيه. طيب، شكرا جزيلا لك سيد عبد الباسط الشاوش الناطق باسم كتيبة محمد الكيلاني، كنت معنا من الزاوية.